ننتقل إلى كلمة السيد حازم الأعرجي الآن مباشر. نعم. أو راية إلا العلم العراقي فقط. رابعا الهتافات مركزية واللافتات مركزية، فالالتزام بذلك، وإلا لا ترفعوا إلا الأعلام وصور شهداء آل الصدر. خامسا الالتزام بالتوجيهات اللجنة المركزية. سادسا قبل الآذان، آذان الظهر، لا بأس برفع خطب السيد الشهيد الصادر. سابعا بعد الانتهاء من الجمعة، هذا أمر مهم، انتبهوا لي، هاي وصية السيد الشهيد ووصية السيد القائد، بعد الانتهاء من الجمعة صلاة ركعتي شكر، أكد عليها السيد الشهيد في الثانوية الأولى وأكد عليها السيد القائد، ركعتي شكر بعد صلاة الجمعة مع الإمكان. ثامنا لبس الكمامات أمر إلزامي، هذا أمر إلزامي، اللي ما عنده كمامات اللجنة وفرت ملايين الكمامات، لبسوها جزاكم الله خير. تاسعا يمنع حمل السلاح مطلقة إلا من قبل الجهات الأمنية، لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة وقائدكم. الآن صلوا على محمد وآل محمد.